ده شكل الجيمينج اللي نعرفه دلوقتي، بس في الحقيقة ده ما كانش دايماً شكل الجيمينج. الجيمينج كان زمان أبسط، كان مجرد شخصية بتتحرك بيها يمين وشمال وبتنط. بتكلم على أيام لعب زي باك مان، وأيام ما كنا بنحط ديسك في الجهاز عشان نعرف نلعب لعبة معينة، أو لازم نحط شريط في الفاميلي جيم وندعي ربنا أنه يشتغل، ولو ما اشتغلش نقعد ننفخ فيه ونقول يا رب. برضو أيام ما كنا بنروح الفيديو جيم شوب وأهالينا يزعلوا أما نصرف الفلوس هناك عشان نلعب ستريت فايتر أو سباق العربيات. النهاردة هنرجع شوية بالزمن لورا، هنرجع حوالي ربع قرن، هو بالمناسبة فات على الوقت ده حوالي 25 سنة يعني. معلش أنا آسف أني حسستك أنك عجزت. هنرجع النهاردة بالتحديد للعبة آي سي تاور، اللعبة اللي تقريبا ما فيش حد فينا ما لعبهاش، وكنا وإحنا صغيرين بنقول عليها لعبة النطاط. النهاردة هنعمل لعبة آي سي تاور، أو يعني لعبة شبهها بس مش قوي يعني، وإحنا بنعملها هنتعلم كام حاجة جديدة عن برمجة اللعب اللي من النوع ده، واللي اسمه بلاتفورمر جيمز، اللعبة اللي فيها لاعب بينط على منصات أو بلاتفورمز زي ماريو أو برينس أو لايون كينج، وبرضه نفهم إزاي ممكن نعمل برنامج فيه جرافيكس بسيطة باستخدام البايثون. أول حاجة، ولأني عمري ما عملت حاجة زي كده في البايثون، كانت الناس قال تشات جي بي تي اللي قال لي على موديول اسمه باي جيم، مناسبة جدا لحاجة زي كده. أنا فعلا ما كنتش أعرف أي حاجة عنها، بس كل اللي فهمته من تشات جي بي تي إن هي موديول قديمة تقريبا من أيام عمر بايثون. على فكرة البايثون لغة قديمة، البايثون لغة بدأت في التسعينات، أيوة قبل الجافا وقبل السي شارب. يمكن دي حاجة ممكن تصدمك شوية، لأن البايثون من أكتر اللغات اللي بتعتبر يعني من اللغات الحديثة ومستخدمة على إطار واسع. المهم بعد ما تعلمت شوية عن الباي جيم بدأت أعمل proof of concept، يعني نموذج مبسط. وأول حاجة عملتها بدأت بإن أشتغل إن يكون في منصات اللاعب المفروض ينط عليها، بعد كده كان لازم أضيف الشخصية اللي بنلعب بيها، وهنا خبطت في أول تحدي، يا ترى ازاي هخلي اللعبة تعرف لو الشخصية اللي بنلعب بيها خبطت في منصة من المنصات وساعتها تقف. وانا مش اول واحد يخبط في الموضوع ده يعني، ولا اول واحد يلاقي له حل. الموضوع ده معروف جدا، واي حد اشتغل في عالم برمجة الالعاب عدى عليه، وهو اكتشاف التصادم او الكوليجن ديتكشن. هنفترض هنا ان المنصة هي المستطيل الاحمر واللي انا كبرته شوية عشان نشوفه كويس، بينما اللاعب فهو الدايرة اللي لونها ابيض وانا حطيت عليها مستطيل اصفر. الآلية الرئيسية في اللعبة دي هو إن الشخصية بتقعد تنط وتتحرك يمين وشمال، عشان كده وإحنا صغيرين كنا بنسميها النطاط. فعشان ننفذ موضوع النط ده حددت حد أقصى للارتفاع اللي يقدر اللاعب يوصله لما ينط من آخر منصة هو كان واقف عليها. غير كده اللاعب دايماً في حالة سقوط حر، ودايماً عاوزين المربع الأصفر ما يتقطعش مع المربع الأحمر أو أي مربع أحمر تاني. وخد بالك هنا قدامنا منصة واحدة بس للتبسيط، لكن هما في الحقيقة كتير. بس أهم حاجة لازم ناخد بالنا منها إن نظام الإحداثيات في الباي جيم بيفترض إن أقصى نقطة على المحور الطولي هي أقصى نقطة في أسفل الشاشة، بينما أقصى نقطة على المحور العرضي هي النقطة اللي على أقصى يمين الشاشة. تاني تحدي رئيسي في اللعبة دي هو موضوع توليد المنصات، وهنا إحنا في الحقيقة بنتكلم على موضوع أعم اسمه التوليد الخاضع للقواعد أو الـ procedural generation. إحنا محتاجين نولد منصات بشكل ديناميكي طول ما اللعبة ما خلصتش. عشان نعمل كده بنعمل مجموعة من القواعد لتوليد المنصات دي. أول قاعدة عندنا هي القاعدة اللي بتحدد عدد المنصات اللي موجودة قدام اللاعب في الشاشة في أي لحظة اللعبة شغالة فيها، وهنا حددت إنهم يبقوا 4 منصات. تاني قاعدة هنا إن المنصة ممكن تبدأ من اليمين أو من الشمال أو من الوسط. وتالت قاعدة بتحدد العرض بتاع أي منصة ما بين 20-80% من العرض بتاع شاشة اللعبة. مهم طبعاً ناخد بالنا إننا ما ينفعش نطبق القواعد دي بعشوائية، لأن مثلاً ما ينفعش منصتين يبقوا فوق بعض بالظبط، فعشان كده احتاجت قاعدة زيادة، وهي إن لازم يكون بعد أي منصة في الوسط منصة يا إما على الشمال أو على اليمين والعكس برضه. بعد ما خلصت النموذج الأولي للعبة كان لازم أضيف شوية جرافيكس أو رسوميات. عشان أجيب جرافيكس أقدر أستخدمها بدون مشاكل في الكوبي رايت، دورت على موقع opengameart.org، وهناك لقيت صور كويسة جداً للمنصات وكمان موسيقى للخلفية. بعد كده دورت على رسومات الشخصية، ولقيت الشخصية بتاعت اللعبة نفسها على الموقع اسمه spritersresources.com. الكود النهائي للعبة تقريباً حوالي 600 سطر، وده ما يعتبرش كتير قوي يعني في حالة مشروع زي ده، وهتلاقوا الكود كله على جيت هاب في الرابط اللي في توصيف الفيديو. اللعبة في النهاية زي ما انتوا شايفين اشتغلت بشكل كويس جداً. أنا عملت شوية تغييرات في آلية اللعب عن اللعبة الأصلية، أهمها إن الشخصية ما تقدرش تنط من تحت المنصة ولازم تطلع فوقها الأول وتنزل عليها.
وبرضو سمحت للشخصية بتاعت اللعبة إنها تقدر تتزحلق على الحيطان، يعني بجود من عندي. المهم، وبكده نبقى عملنا لعبة بسيطة جداً باستخدام البايثون، وتعلمنا فيها شوية أساسيات ليها علاقة ببرمجة الألعاب بشكل عام. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عاوز تبص على كود اللعبة ما تنساش الرابط اللي في التوصيف، وياريت تعملوا لايك وسبسكرايب وشير عشان نقدر نعمل فيديوهات زي كده أكتر وبجودة أعلى.